يقول: في بلادنا إذا زنى الزاني يسجن لفترة من الزمن، فهل السجن أو هل سجنه يعتبر توبة؟ لا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا البكر. وأما الثيب الذي قد تزوج وزنى فهذا يرجم بالحجارة حتى يموت، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المتواترة أنه عليه الرجم، والسجن لا يكفي، وجميع العقوبات ما تكفي عن الحد الذي أوجبه الله سبحانه، لا بد من إقامة الحد.